دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى امبارح لقاء موسع بأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء. أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء هدفه الاستماع إلى رؤى ومقترحات العمل على زيادة معدل الصادرات في الفترة المقبلة. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر. الدكتور مدبولي قال أن الحكومة حريصة على متابعة الموقف الخاص بسياحة اليخوت وأيضا تعظيم الموارد من هذا النوع من أنواع السياحة، وخصوصا أن مصر بتمتلك مقومات مهمة جدا بتسهم في ازدهار هذا القطاع المهم. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد لقاء موسع بأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء، وأكد مدبولي أنه طلب الاجتماع مع مسؤولي المجالس التصديرية المختلفة كل على حدة بهدف العمل على دفع الصادرات في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن اللقاء يأتي بهدف الاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن من أجل وضع مستهدفات واضحة لكل مجلس تصديري والعمل على تحقيقها. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر في اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة حريصة على متابعة الموقف الخاص بسياحة اليخوت وتعظيم الموارد من هذه السياحة، مشيراً إلى أن هناك اهتمام بتيسير إجراءات دخول اليخوت وأيضاً ضرورة الترويج المستمر لهذه السياحة، خاصة أن مصر بتمتلك مقومات مهمة تسهم في ازدهار هذا القطاع الهام. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني والتعريف بجهود الدولة المصرية وما وصلت إليه من تطوير وتحديث في شتى المجالات، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارة لوفد من القيادات الشبابية الإعلامية يمثل 22 دولة بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.